هسه بالنسبه لتحفيز النواة activation of nuclide، يعني لما نحولها من نواة مستقرة إلى مشعة حتى نخلق عنصر مشع صناعي مثل حالة يعني تكوين الكوبالت 60 أو الإريديوم 192، نأخذ نواة مستقرة ونقصفها بنيوترون حراري أو ثيرمال نيوترون بمفاعل نووي، راح نحصل على نوية وليدة مشعة، واللي بدورها راح تتحول إلى نواة حفيدة مستقرة بعد ما تشع إشعاع معين، ولهذا عندنا هنا التفاعل. وحيكون عندنا الإشعاع طبعا إلى طاقة معينة محددة ونتعامل بها بعدين. بس ليش قسم من النواة ممكن تحفيزها أكثر من غيرها؟ هذا الموضوع يتبع المقطع العرضي للتفاعل النووي اللي هو سيجما، ومعدل الفيض النيوتروني اللي يرمز له فاي. النتيجة هنا راح تكون مشابهة للاضمحلال الطبيعي للأم المشعة إلى ابنة مشعة وحفيدة مستقرة، لكن هنا عندنا الفرق أنه ما عندنا ثابت اضمحلال بالنسبة بين البيرنت والدوتا، وإنما عندنا فيض نيوتروني مضروب بمقطع عرضي. أوكي. ومن الأمثلة الموجودة على هذا السلايد تحويل الكوبالت 59 إلى كوبالت 60 مشع، لأنه كوبالت 59 هو يعني مستقر، نواة مستقرة، هذه داخل يعني تقصف بنيوترون حراري داخل المفاعل النووي. النتيجة راح يصاحبها إشعاع جاما بطاقتين مميزتين اللي هي 1.17 MeV و 1.33 MeV، حتى يتحول بعدين يعني لما الكوبالت 60 يشع هذه الطاقتين الإشعاع راح يتحول إلى نيكل 60 واللي هي الحفيدة المستقرة. يعني لما نكمل التفاعل هذا إلى جراد دوتا راح يكون التفاعل عندنا إلى نيكل 60. حاولوا ترسموا مخطط طاقة التفاعل. من ضمن modes of radioactivity decay، لما يصير عندنا يعني أثناء الاضمحلال الإشعاعي راح نحصل على أنماط مختلفة لجل وصول النواة إلى حالة الاستقرار، لكن في كلها هذه الكميات الفيزيائية راح تكون محفوظة اللي هي الطاقة الكلية والمومنتوم أو الزخم، شحنة، الأتوميك نمبر والأتوميك ماس نمبر اللي هي العدد الذري والعدد الكتلي، عدد الكتلي يعني عدد الذري. عندنا لليسار الأنماط الرئيسة للإضمحلال واللي راح نتناولها تباعا بشيء من الاختصار، عدا الانشطار التلقائي تركنا الحديث عنه بهذه السلسلة. نبتدي أول ما نبتدي بإضمحلال ألفا. جسيمة ألفا هي بالحقيقة نواة ذرة الهيليوم واللي تحتوي على نيوترونين وبروتونين، يعني العدد الكتلي إلها يساوي لنا 4. بالنتيجة النواة اللي تضمحل بإشعاع جسيمات ألفا راح تفقد بروتونين ونيوترونين، وراح يكون العدد الكتلي للنواة الوليدة أقل بأربعة من الأم، مثل في حالة اضمحلال الراديوم 226 اللي هو عنصر مشع طبيعي كان يستعمل بالبداية في الراديوثيرابي عمر نصفه 1600 سنة، وهو أول عنصر مشع استخدم في المجال الطبي بعد ما قدموه ماريو بيير كيوري. ناتج اضمحلاله هو غاز الرادون المشع ومع إطلاق جسيمة ألفا. الطاقة الحركية لجسيمة ألفا بالنسبة للعناصر الطبيعية تتراوح بين 4 MeV و 9 أو 8.9 MeV. بهذا السلايد مخطط اضمحلال الراديوم واللي يبين أنه الراديوم يضمحل بإطلاق جسيمات ألفا بطاقتين مختلفتين. الطاقة الأقل راح ينتج عنها
ايزومير الرادون، واللي يعني انه الرادون هنا بحاله متهيجه راح يشع اشعه جاما لحد ما يوصل للحاله الاكثر استقرار. بالنسبه لضمحلال بيتا ينقسم على نوعين، بيتا الموجبه وبيتا السالبه. فبالنسبه للنواه اللي هي عدد بروتوناتها اكبر من عدد نيوتروناتها، راح يحدث عندنا تحول لواحد من البروتونات الى نيوترون، طبعا من بروتونات النواه. ممكن نتيجه لهذا التحول راح يحدث انبعاث لبوزيترون واللي هو بيتا الموجبه، ونيوترينو من النواة الأم للوصول إلى نواة ابنة أكثر استقرار. نلاحظ أول ما نلاحظ هنا حفظ الشحنة بهذا التفاعل، يعني إنه إذا الوليدة عدد بروتوناتها أقل من الأم فشحنتها أقل من الأم، لكن وجود البوزيترون راح يعادل لنا الشحنة بين طرفي التفاعل. نلاحظ أيضا أن العدد الكتلي هو نفسه للأم والابنة، يعني بانحلال الـ N13 أو نيتروجين 13 راح نطلق على النيتروجين 13 والكربون 13 كلمة آزوباز لاختلافهم بالعدد الذري وعدد النيوترونات مع تساوي عدد الكتلي، اختلافهم يعني بالعدد الذري وعدد النيوترونات مع تساوي عدد الكتلي. بالنسبة لبيتا مانوس ديكي النواة حتكون عكس النواة السابقة، يعني نيوترونات بها أعلى، وبنفس الطريقة راح يتحول نيوترون إلى بروتون وينتج عن هذا التفاعل بيتا السالبة وأنتي نيوترينو. أيضا الناتج آيزوبارات العنصر، فالكوبالت 60 راح ينتج عنا بيتا السالبة وأنتي نيوترينو. وهذه هي السكتشز اللي تمثل محلالات N13 وكوبالت 60. بيتا بلس أو البوزيترون في تفاعل انحلال النيتروجين 13 راح يتلاشى بسرعة مع الإلكترون، وينتج عن هذا التلاشي انبعاث إشعاعين جاما بطاقة 511 كي في، اللي هي 511 كي في. يعني هذه الأشعة راح تنطلق حوالي 90 متر بالهواء، رغم أنه الإشعاع هذا عمر النصف إلى حوالي 10 minutes. بينما في تفاعل بيتا السالب اللي لليمين عندنا بيتا تنبعث بطاقتين مختلفتين، ينتج عنها ايزومير النيكل 60 واللي هو الحالة المتهيجة للنيكل، ليوصل عند الحالة المستقرة بعد اشعاع جاما ايضا بطاقتين مختلفتين تبعا لبيتا اللي نعتبرها هي ايضا طاقات الكوبالت، كوبالت 60. يعني من أنماط الاضمحلال الإشعاعي أيضا انحلال الأثر الإلكتروني، واللي يحدث غالبا يعني لما النواة تأثر واحد من إلكترونات المدار كي الأقرب للنواة، وبهالحال راح يحدث تفاعل بين الإلكترون الأسير أو أحد بروتونات النواة حتى يتحول إلى نيوترون من مبدأ حفظ الشحنة مثل ما بين بهذا التفاعل، وأيضا راح نحصل على نيوترينو. هذا التفاعل أساس في تحول الأيدون 125 إلى تيلوريوم 125، أو طبعا حنحصل من عنده على الأيزومير أوف تيلوريوم، واللي راح يتحول إلى تيلوريوم 125 مستقر بعد إشعاع لأشعاعات جاما. الطاقات ممكن أن تصل هذه الطاقات إلى 35 كي في، واللي هي مو الطاقة الوحيدة لهذا التفاعل، وإنما تتراوح الطاقات بحال قيست بالسبكتروسكوبي مثلا بين 21 إلى 35 كي في. يعني مثلا بذرة الأونكوسيد للأيودان 125 كانت قمم الطاقات اللي حصلنا عليها 5 قمم. أوكي، هذا الموضوع نحكي عليه بالتفصيل أكثر بعدين إن شاء الله لما نحكي عن البراكيثرابي. أما جاما اللي هي صديقة أغلب الانحلالات الماضية، فهي تنبعث عن تحول النواة من الحالة المتهيجة والأيزومير إلى حالة مستقرة، وممكن يمر هذا التحول بعدة انبعاثات لجاما وصولا إلى الاستقرار. نلاحظ أنه في حالة انبعاث جاما ما يحصل عندنا أي تغيير لا بالعدد الذري أو بعدد النيوترونات النواة، يعني العدد الكتلي يبقى نفسه.
هذا المخطط يبين انحلال آيدان 125 واللي قلنا عنه أنه يحصل بالأسر الإلكتروني متبوع بانبعاث جاما، وهنا يعطينا الطاقة الأعلى بس اللي هي 35 كيفي. طيب بعدنا احنا بنناطل الانحلالات المشعة واللي تحصل داخل النواة، وحطوا خطين تحت داخل النواة، وعدنا انحلال آخر واللي هو يتسمى التحول الداخلي أو الانترنال كونفيرجن، وهذا الانترنال كونفيرجن يحدث في طاقة تهيج النواة، فتعطى هذه الطاقة طاقة التهيج إلى إلكترون ضمن مدار الكي شيل بالغالب، وهذه العملية هي عكس عملية الأسر الإلكتروني. الإلكترون هنا حينبعث بطاقة تساوي طاقة التهيج مطروح من عندها طاقة ربط الإلكترون في المدار، ويترك الإلكترون هذا المنطلق فجوة تملأ بإلكترون ذي مستوى أعلى، يعني الإلكترونات المدارية من تلاقي صارت فجوة بمستوى أقل واللي هو أقرب للنواة، واحد من اللي مستواها أعلى راح يتبرع يهبط بمستوى ويملأ الفراغ اللي تحته، وينطلق الفرق بين المستويات بشكل X-ray characteristic أو characteristic X-ray actually أو أوغر الإلكترون. يعني التحول الداخلي هو صورة أخرى لتخلص النواة من الطاقة الفائضة اللي تسبب تهيجها، والصورة الأولى مثل ما ذكرنا هي إشعاع جاما. مثال للتحول الداخلي راح نلاقيه بانحلال بيتا السالبة لنواة السيزيوم، سيزيوم 137. ناتج هذا الانحلال هي نواة الباريوم 137 المتهيجة، واللي تتحول للحالة المستقرة عن طريق إعطاء الطاقة الفائضة لأحد الإلكترونات المدارية. أوكي، بعدكم تتابعون ويانا لو شبكت عليكم. إذا شبكت فنصيحة ارجعوا للفيديو من البداية قبل لا تكملون، وإذا الوضع أوكي go ahead. هذا الجدول يلخص أنماط الانحلالات الإشعاعية اللي ذكرناها، وهذه كانت صور لانحلالات تلقائية لعناصر مشعة طبيعية أو صناعية.